لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رمضان معنا، ومزيدا من التفاصيل لديك حول هذه التصعيدات الأخيرة والتي حدثت بالأمس. نعم، يعني الضاحية الجنوبية التي عادت خلال الأيام الماضية إلى العدوان مرة أخرى من قبل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكز على عدد من الأهداف التي يحددها عبر هذه الخرائط التي ينشرها في الإنذارات التي تأتي قبل الغارات الجوية. كانت آخر هذه الغارات على الضاحية الجنوبية التي استهدفت أمس عدد من الأحياء الخاصة بالضاحية الجنوبية، منها حارة حريك وسانت ريز وكذلك برج البراجنة. وعدد كبير من هذه الغارات كانت غارات شديدة وعنيفة للغاية. الآن الضاحية الجنوبية وفي منذ الساعات الصباح الماضية وحتى الآن لم تشهد إلا هذا الهدوء الحذر من قبل هذه الغارات الجوية التي بشكل مستمر على الضاحية الجنوبية يوميا. كانت هذه الغارات التي كانت في أمس اليوم كانت هي شديدة للغاية، وبعضها كان وصفه بالأشد عنفا على الضاحية الجنوبية. الاستهدافات التي ترتكز عليها هذه الغارات الإسرائيلية هي خاصة بالبنايات السكنية التي يتم تحديدها، هذه البنايات المتعددة الطوابق والتي يتم نسفها بشكل مباشر من قبل هذه الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف هذه الأحياء. هناك بعض الأحياء بصورة مستمرة والتي تأتي على الخارطة الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي مثل حارة حريك وبرج البراجنة التي هي بشكل شبه منتظم أن تتلقى عدد كبير من الغارات منذ هذا التصعيد على الضاحية الجنوبية. وحتى وإن كانت الضاحية الجنوبية قد التقطت بعض أنفاسها في قبل هذا التصعيد الأخير لمدة 5 أيام، استطاع بعض النازحين العودة مرة أخرى إلى الضاحية الجنوبية إلى منازلهم ليتفقدوا منازلهم، ولكن هذه الحالة لم تعش كثيرا في أجواء الضاحية الجنوبية ما إن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هذه الغارات مرة أخرى. كان أعنفها في الأيام الماضية وصل إلى 17 غارة على الضاحية الجنوبية. كانت هذه الغارات من ضمنها وأعنفها التي تركزت على حي الليلكي وهذه الكتلة التدميرية الكبيرة التي أحدثتها هذه الغارات في منطقة الليلكي. عدد من هذه الغارات كان مرتكزا في نفس النقطة التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى نسف عدد من البنايات في هذه المنطقة وهذا الحي الذي أيضا هو من ضمن الأحياء التي تعتبر من الأحياء التي يتم استهدافها وبكثرة، أيضا إلى جانب حارة حريك التي هي يوميا على خريطة الاستهدافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المنطقة التي كانت فيها الغارة الأكبر على الضاحية الجنوبية التي استهدف فيها الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله بأكثر من 80 طنا من المتفجرات التي أحدثت هذا الدوي الكبير في أجواء كبيرة من لبنان جراء هذه الغارة. أيضا نستطيع أن نقول أن الضاحية الجنوبية الآن نصفها بأنها شبه فارغة حتى هذه اللحظات نظرا لهذا التصعيد الأخير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سوى بعض الأحياء الأطراف البعيدة عن التي تلتحم إلى أحياء أخرى بعيدة عن الضاحية الجنوبية مثل حي الغبيري، هذا الحي الذي أيضا يتعرض لعدد من الاستهدافات ولكنها ليست بشدة هذه الاستهدافات التي تتعرض لها بقية هذه الأحياء في قلب الضاحية الجنوبية. عدد من المواطنين لا زالوا متواجدين في حي الغبيري وبعض الأحياء التي هي على أطراف الضاحية الجنوبية حتى هذه اللحظة. عمليات النزوح تتم بين حين وآخر حتى من هذه الأحياء التي يتم استهدافها حتى ولو بصورة قليلة، ولكن مع تصاعد أعمال الاستهداف في هذه الأحياء نشهد أيضا حالة من النزوح من هذه الأحياء إلى
بيروت ليتضاعف هذا الرقم إلى مقاربة مليون إلى 600,000 نازح حتى هذه اللحظة من الضاحية الجنوبية وكذلك من جنوب لبنان جراء هذه الإنذارات المتكررة بالإخلاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذا المسار السياسي التي تسير فيه الحكومة اللبنانية حتى في آخر هذه المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، والذي تم التباحث حول أن الحلول الدبلوماسية من قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي لا زالت تلوح فوق الأفق والتي لوح بها أنه لا حل لوقف إطلاق النار سوى الالتزام بالطرق الدبلوماسية، وهنا لم يشر إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون من الجانب الإسرائيلي، خاصة بعدما صرحت الحكومة اللبنانية وكافة الكتل السياسية وحتى حزب الله على لسان المفوض لديه من نبيه بري رئيس مجلس النواب بأنهم موافقون على هذا القرار 17-01 بكامل مخرجاته ولا تعديل عليه، وهو بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وكذلك أيضا التصريحات الأخيرة التي قالها نجيب ميقاتي والتي قال أنه يمكن نشر 8,000 جندي من الجيش اللبناني في جنوب البلاد وفرض سيطرة الدولة على جنوب لبنان ولا يكن سوى الجيش اللبناني هناك. ولكن على الأرض لم يكن صدى هذه التأكيدات والموافقة من قبل الجانب اللبناني سواء بحكومته وكتله السياسية وحتى على المستوى الشعبي بوقف إطلاق النار استنادا لهذا القرار الأممي، لم يكن هذا يلقى أي صدى على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد يوما بعد آخر، وكان آخر هذا التصعيد الذي كان للمكان الذي يقيم فيه المقر الخاص بالصحفيين في حصبية الذي استهدفه بصاروخ من طائرة إسرائيلية أدى إلى استشهاد 3 من الصحفيين وكذلك أيضا عدد كبير من الإصابات بينهم مصور القاهرة الإخبارية هناك، بالإضافة أيضا إلى الزميل الآخر التقني الذي تعرض لهذه الإصابات أيضا، وما تشهده الاعتداءات على قوات اليونيفيل ما أدى إلى تراجعها بعض الخطوات للأمام حتى مع هذه الإدانات الدولية من قبل المؤسسات الأممية وبعض الحكومات الدولية التي أدانت هذا الفعل والاعتداء على قوات اليونيفيل ووصفته بأنه غير مقبول لقوات حفظ السلام في المنطقة. كل هذه المؤشرات تؤدي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبحسب المراقبين هو ماض في طريقه، وبحسب التصريحات التي يتم إعلانها بأنه يطالب يعني اجتياح جنوب لبنان حتى المسافة التي ربما تختلف تقديراتها بالكيلومترات ما بين 5 كيلومترات إلى 15 كيلومتر، لكن هذا هو الواقع على الأرض. ولكن تستمر المسارات السياسية حتى هذه اللحظة لمحاولة لوقف إطلاق النار، حتى المبادرة التي كانت أطلقت في أول هذه الأزمة وهي الخاصة بالمبادرة المبادرة الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية، هذه المبادرة التي طوارت بعيدا حتى هذه اللحظة ولن يكون هناك الحديث عنها، وأجهضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد هذه الأعمال الخاصة بالتصعيد في كل من مناطق لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت. طيب يعني رمضان، بما أنك متواجد ببيروت الآن، كيف يتناول الشارع اللبناني حوادث الاغتيال المتعمدة للصحفيين التي حدثت بالأمس، وأيضا يعني كيف لك أن تصف لنا حركات النزوح؟ نعم، هذا الخبر على المستوى الشعبي. أولا دعيني أنقل لك هذه ما تلقيناه من عندما يعني كان هذا الخبر قد انتشر وهناك عدد من الصحفيين الذين استشهدوا بالإضافة إلى هذه الإصابات، كان هناك صدمة على مستوى الشارع اللبناني بأن هذا هو ربما يصفوه بأنه أخطر تصعيد حدث
منذ هذا الاجتياح لهذا الدخول في هذه الحرب في جنوب لبنان، لأن المساس بالصحفيين ووحدة الإعلام هو خط أحمر تجاوزته جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاستهدافات المتعمدة والتي أيضا وصفتها الحكومة اللبنانية على لسان رئيس وزرائها بأنه ينتهك القانون الدولي وهو عمل مدان ومرفوض، وكذلك مناشدة المجتمع الدولي بكف دولة الاحتلال عن هذا الاستهداف العدواني لحرية الرأي والكلمة، وأيضا النقابة الخاصة بنقابة الصحفيين وكذلك نقابة المصورين والصحفيين التي أصدرت البيانات الخاصة بها والتي أدانت هذا الفعل والتي وصفته بأنه تكميل ومحاولة لعدم إيصال الكلمة ونقل الصورة من قبل الاعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبأنها تجاوز كل الخطوط الحمراء، وذلك أيضا طلب وزير الإعلام اللبناني برفع هذه المذكرة إلى الأمم المتحدة بهذه المجزرة التي ارتكبت في حق الصحفيين في منطقة حصبايا، هذه المنطقة التي تعرضت لهذا القصف من الجانب الإسرائيلي لأول مرة في تصعيد خطير، وصفه وزير الإعلام اللبناني بأنه جريمة مكتملة الأركان عن عمد من جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه المباني المخصصة والمعروفة والمدرجة لدى كافة حتى قوات الينوفيل بأنها معروفة بأنها هذه المنطقة هي مقر لمختلف القنوات الإعلامية والصحفيين الذين ينقلون ما يدور في الجنوب، ولكن يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يزيد من هذه الخطوط الحمراء وقطعها جميعا بهذا الاستهداف الخاص الذي ينعكس هذا الاستهداف كما نقلنا واستشعرنا حتى من على المستوى الشعبي هنا بأنه سوف تكون هناك في الأيام القادمة تصعيدا آخر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كونه على هذا السقف باستهداف الصحفيين وسقوط عدد منهم ما بين شهيد وما بين جريح، إذا سوف تكون هناك حالة من التعتيم الذي يريدها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكب في جنوب لبنان جراء هذه الغارات الجوية الهمجية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك محاولات اختراقه للبلدات الخاصة بجنوب لبنان لتنفيذ كل المخططات التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا النفوذ داخل الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان. ولكن هنا الحالة حتى هذه اللحظة هناك حالة حتى من الارتباك على المستوى الشعبي بما حدث من هذه الغارات التي يتم استهدافها بشكل مباشر، ولم يكن أحد يتخيل حتى هذه اللحظة أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذا المقر الواضح لعدد من البنايات، 8 بنايات هي خاصة بالمقرات الخاصة بالصحفيين، ويردي ما بين شهيد وبين جريح جراء هذه الغارة التي أحدثت هذا الدمار الجسيم في البنايات المتواجدة هناك حتى هذه اللحظة. حالة النزوح دعيني أتحدث عنها أيضا، هذه الحالة التي ما زالت حتى هذه اللحظة رغم هذا المؤتمر الذي يعني عقد في باريس لدعم لبنان، حتى هذه اللحظة لم يكن حتى هذه اللحظة هناك أن التعهدات حتى وإن طالت إلى هذا الرقم رقم مليار دولار، حتى هذه اللحظة لم يكن هذا الرقم حتى هذه اللحظة وصل إلى الحكومة اللبنانية، ولكنها كلها هذه تعهدات على الأرض. الصورة على الأرض تبدو إلى حد ما صورة ليست بالجيدة إلى حد كبير، على الرغم من أن هذه الأرقام الكبيرة 1000 مركز نزوح وما يزيد حتى هذه اللحظة استقبل هذه الأرقام الكبيرة وما سجل في مراكز النزوح بشكل كبير حتى هذه اللحظة ما يقارب من 300,000 إلى 400,000 حتى هذه اللحظة. هذا الرقم الكبير الذي تستوعبه مراكز النزوح حتى هذه اللحظة، هذا الرقم فوق الحالة الاستيعابية لمراكز النزوح، وأيضا هناك حالة أيضا من المقترحات التي سوف يتم تفعيلها في الأيام القادمة وهي قيد الدراسة من قبل الحكومة اللبنانية، والتي تشير إلى فتح بعض الأماكن الأخرى سواء الأماكن الخالية وعمل بعض المخيمات فيها الاستيعاب
هذه الكمية الكبيرة من النازحين. أيضا على مستوى الشوارع والطرقات هناك عدد كبير من النازحين ما زال متواجد، حتى وإن كنا قبل قليل كان هناك التعامل مع استيعاب 400 فرد من النازحين في هذه الطرقات إلى أحد مراكز الإيواء، ولكن تظل هذه المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة، سواء على توفير المواد الأساسية حتى لمن في مراكز النزوح أو حتى في هذه الطرقات والشوارع في العاصمة بيروت، أو توفير حتى الفرق الطبية على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا لك على كل هذه المعلومات.